كانت لك فيديو جديد في دين. هذا عبارة عن إن أي حد ما هوش روبوكس هيبقى معاه روبوكس النهاردة، يعني مش النهاردة يعني، هيجيله بعد كام يوم. وقبل ما نبدأ الفيديو متنسوش في لايك واشتراك، ويلا بينا. أول حاجة تخش في جوجل وهنكتب اللي هي دي، لما تاخدوا الدور في بالكم اللي تحت ده، هنكتب اللي هي دي روبلوكس. المهم دي اهي، اعملوا لها سكرين شوت واكتبوها. بعديها هتخشوا على اول رابط، تمام؟ وبعديها هتقوموا دايسين اي اجري، تمام؟ وطبعا بعد ما تدوسوا هتطلع لكم شاشة صغننة، بس ما ينفعش ادوس تاني عشان لو دوست هيعمل لي روبوكس هيجي لي وقت متأخر. المهم اعملوها صغننة خالص، يعني هتطلع لكم شاشة صغيرة، وتدوسوا على اي حاجة تقول ان هي موافق او اي حاجة يعني، او كلوز مثلا عشان مفتكرش ايه اللي كان موجود. بس تدوس على اي حاجة هنا، بس لازم تكون فاهمين معناها عشان ممكن يقول لكم كانسل واوكي يعني ماشي. وطبعا هترجم لكم بقى الكلام اللي يبقى مكتوب في الشاشه الصغيره دي. هنقول فيها ان اسمه ايه ده، ان الطلب للروبلوكس بتاعك وصل للروبلوكس، يعني هيوصل للروبلوكس. والروبلوكس هتديك الروبلوكس بتاعك من يوم ليومين او 3 ايام، تمام؟ وبيقولوا لك ان انت كل يوم تشوف الحساب بتاعك بقى فيه روبوكس او لا، لانه ممكن يجي في اي وقت يعني مش شرط. ولو استفدتوا حطولي لايك واشتراك.